أهلا بكم. مستهل النشرة من بن سليمان، حيث ترأس اليوم جلالة الملك محمد السادس حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 إلى جانب لقاحات أخرى. مشروع هيكلي وطموح سيتطلب تعبئة قرابة 5 مليارات درهم، وسيساهم عند دخوله حيز العمل في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية. الروبرتاج لخالد نجدي وبعثة القناة الثانية. خطوة أخرى على درب تمكين المغرب من التوفر على قدرات صناعية وبيوتكنولوجية شاملة ومندمجة لتصنيع اللقاحات، أقدم عليها جلالة الملك محمد السادس بإعطاء جلالته انطلاقة أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 وتطعيمات أخرى، وهو مشروع هيكلي سيساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية. هذه انطلاقه في هذا الورش الملكي الكبير اللي غيخلي المغرب اولا غادي يصنع واحد الكميه ديال 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 اللقاح اللي كتحقق واحد الاكتفاء الذاتي للبلد، ثانيا انه يكون يقدر يمكن له يصدره كذلك البلدان الافريقيه، نظرا لانه احنا شفنا عشنا واحد عدم ديال العداله في التوزيع ديال اللقاحات والندره ديالو، كان واحد عناء جميع الدول. فالمغرب خدا هذه البديره بفضل التوجه ديال صاحب الجلاله الله ينصره، واللي غادي يخلينا ان ندخلوا في واحد المنعطف جديد اللي هو ديال السياده اللقاحيه والسياده الصحيه. جلالة الملك ترأس أيضا حفل توقيع اتفاقية الاستثمار لإنجاز وحدة تصنيع اللقاحات المضادة لكوفيد 19 ولقاحات أخرى ببن سليمان باستثمارات تقدر بحوالي 400 إلى 500 مليون أورو بمواكبة من الشركة السويدية ريسيفارم التي تعد أحد الرواد العالميين في البيوتكنولوجيا وصناعة التعبئة والتغليف. حظيت بشرف الحضور في هذا اليوم الذي يشهد إعطاء انطلاقة أشغال مصنع تصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات الذي سنشرع في إنجازه، وهذا المشروع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنا، وسنعمل جاهدين على ترجمة رؤية جلالة الملك على أرض الواقع. هذا المشروع سيجعل من المغرب قاطرة للقارة الإفريقية في مجال البحث والتطوير وإنتاج المنتجات البيوصيدلية المتطورة، وسيحقق الاكتفاء الذاتي للمملكة، وسيجعل منها منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على مستوى القارة. تكون اوبيراسيونيل من هنا لفان ديال هذا العام ديال 2022. 2000 هذا البروجي هذا اكثر فيه اكثر من عامين، يعني من هنا 3 سنين، ولا ديوري توتال ديال هذا البروجي من هنا 5 سنين. المغرب ان شاء الله تكون عنده واحد لوتونومي كومبليت كامله، لا في لو رومبليساج ديال لي فاكسان، ولكن حتى في التصنيع ديال سكون اللي كنسميوه حنا الفراك، يعني لا ماتيير بروميير، باش تكون عندنا كيف بغاها سيدنا الله ينصرو اون اوتونومي سانيتير. وبإطلاق هذا المشروع يكون المغرب قد تبنى بفضل الرؤية الملكية المستنيرة مبادرة جديدة في مسار التدبير الاستباقي والفعال للأزمة الوبائية وتداعياتها. مصنع تصنيع وتعبئة اللقاح الذي ترأس جلالة الملك اليوم حفل توقيع اتفاقية إنجازه وإعطاء انطلاقة أشغاله يرتقب أن تبلغ قدرته الإنتاجية الإجمالية 116 مليون واحدة في أفق العام 2024. منصة يتوقع أن تكون بذلك الأكبر من حيث القدرة على التعبئة والتغليف للقاحات بإفريقيا، ومن بين المنصات الخمسة الأولى من نوعها في العالم عند الانتهاء من إنجازها. ورقة تقنية عن هذا المشروع الضخم في روبرتاج خالد نجدي وبعثة القناة الثانية. سينيسيو فارماتيك داك هو اسم الوحدة الصناعية التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إنجازها ببن سليمان. وحدة لتصنيع وتعبئة اللقاح تحتوي على 3 خطوط صناعية ستبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق عام 2024، وستخصص هذه الخطوط لإنتاج محاق معبأة مسبقا وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميل، ويبلغ الاستثمار المرتقب 200 مليون أورو، فيما ينتظر إطلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 من يوليو عام 2022.
هذه الوحدة التي تعد أكبر منصة من حيث القدرة على التعبئة والتغليف للقاحات بإفريقيا ستكون من بين المنصات الخمسة الأولى من نوعها في العالم عند الانتهاء من إنجازها، وستمكن من نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد المنشطة لأكثر من 20 لقاحا ومنتوجا للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لكوفيد في أقل من 3 سنوات لتغطية أكثر من 70% من احتياجات المغرب وأزيد من 60% من احتياجات القارة الإفريقية. مصنع بن سليمان هو تنزيل لرؤية ملكية هادفة إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا رئيسيا على صعيد القارة الإفريقية والعالم، بما يوفر حاجياته الداخلية من اللقاحات وكذا حاجيات القارة السمراء. اللبنة الأولى لهذا المسار الذي يدخله المغرب اليوم كان في يوليوز الماضي حين ترأس جلالة الملك محمد السادس بفاس حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد كوفيد-19 ولقاحات أخرى. زكريا عيسى عبد المجيد. الصور تعود إلى الصيف الماضي تحديدا في 5 يوليو 2021. جلالة الملك يشرف شخصيا على انطلاق مشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى بالمغرب، مشروع مهيكل يروم تمكين المملكة من التوفر على قدرات صناعية وبيوتكنولوجية شاملة تمكنها من تعزيز اكتفائها الذاتي بما يجعلها منصة رائدة قاريا وعالميا. المشروع الذي عبئ له استثمار إجمالي قدره 500 مليون دولار يأتي في سياق شراكة بين الرباط وبكين وانفتاح المملكة على الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة اللقاحات. القدرة الإنتاجية لهذا المشروع الرائد تصل على المدى القريب إلى 5 ملايين حقن من اللقاح المضاد لكوفيد-19 شهريا قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط، وذلك في إطار شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص. حفل إطلاق هذا المشروع المهم تميز بتوقيع 3 اتفاقيات أمام أنظار جلالة الملك، أولاها تتعلق بمذكرة تعاون بشأن اللقاح المضاد لكوفيد-19 بين الدولة المغربية والمجموعة الصيدلية الوطنية للصين سينوفارم. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمذكرة تفاهم حول إعداد قدرات تصنيع اللقاحات بالمملكة المغربية بين الدولة وشركة ريسيفارم. فيما ثالث الاتفاقيات فقد همت عقدا لوضع منشآت التعبئة المعقمة لشركة سوتيمان المغربية المتخصصة في صناعة الأدوية رهن إشارة الدولة من أجل تصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19، لقاح يراهن المغرب عليه لتحقيق اكتفائه الذاتي وتعزيز موقعه كمصدر للأمن الصحي في محيطه الإقليمي والقاري في مواجهة المخاطر الصحية والتقلبات السياسية والحد من الاعتماد على الخارج.